ما لسه بتتجوز دلوقتي يعملوا ايه؟ بص، الاولويات القصوى بقى. يعني طبعا احنا كان عندنا بعض العادات كده بالنسبه للجماعه اللي بيتجوزوا في الارياف، ان هم لازم يجيبوا ما اعرفش 2 ثلاجه و2 دي فريزر و2 مش عارف ايه، وواحده لحمات العروسه وواحده لاخت العروسه، حاجات كده غريبه. الخط الطولي ده اختفى. دلوقتي مفيش ولا ما قلت؟ فيش يا فندم، بيجيبوا اقل القليل. النهارده الاول كان اقل يقول لك انا عايز القليل. 3 18 قدم او 20 قدم، لا النهارده بتاخد 10 قدم وبتاخد 12 قدم. حاجه ليه؟ تقضي الوقت يعني. حاجه تقضي ليه؟ وده اللي احنا بنقوله، وده اللي احنا بنقوله. انتوا 2 وهتفضلوا 2 لمده 5 6 سنين، ربنا يكرمكم بطفل او طفلين نعم. صغيرين مش محتاجين اكتر من 12 قدم او 14 قدم على الاكثر. يعني وبعد 12 كده مثلا 14 الوقت عليهم سحب شويه. عليهم صح، بس برضه في نواقص يا فندم في بعض الشركات. يعني ممكن تلاقي الشركة سين غير الشركة صاد غير الشركة اكس. بكام متوسط لو قلنا 12 و14 بكام يا فندم متوسط؟ انت بتتكلم النهارده ما بين 12 و15 و18 الف جنيه. فطبعا برضو خد بال حضرتك، انت النهارده عشان عروسه تنزل تجيب دي الصغيره. هتجيب ثلاجه وهتجيب غساله وهتجيب بوتاجاز وهتجيب شاشه والكلام ده يا فندم، النهارده انت بتتكلم في رقم. اللي عايز يتجوز دلوقتي عايز كام؟ عايز رقم عشان يجيب الاجهزه كام تفتكر؟ يعني لو هقول النهارده في اللي هي الاساسيات بتاعت البيت، انت بتتكلم النهارده في 60 70 الف جنيه. 60 70 الف ودي الاساسيات الايه؟ اللي هي الحاجات البسيطه يعني. ايوه بالظبط. نعم بالظبط. فطبعا ده مبلغ برضو كبير بالنسبه للناس لسه بتبتدي حياتها. لا، 60 70 الف دول هيجيبوا لي ايه اشرب بيه؟ حضرتك بتقول لي ثلاجه مش عارف ب 18، وتكييف يعني مش عارف هيجيب ثلاجه، ب 25، ومش هيجيب عارف غساله، هيجيب بوتاجاز، هيجيب شاشه، هيبتدي ليه حاجات البيت، شاشه هيحط بكام؟ خط كام المطبخ. بوصه؟ نعم كام بوصه الشاشه؟ يا فندم النهارده احنا كله بيتكلم النهارده في ال 42 بوصه اللي هو الشاشه المتوسطه الحجم. لان مش معقول انا هجيب شاشه مثلا احطها في الليفنج تكون 32 بوصه، صغيره مش هتقدر حتى انت تشوفها. فكله بيتكلم في حدود، يعني بيتكلم من المتوسط 42. بتبقى معقوله بالنسبه لليفنج. بكام؟ طبعا مش هقول له بقى هات كمان شاشه اوضه النوم، لا انا ما بنصحوش بكده. لان كده انت بتزود عبء عليك. انت بتزود عبء عليك. نعم. بتقول له هات شاشه واحده. هات شاشه واحده، ولما الظروف تتحسن هات شاشه ثانيه. عندك، انما في البدايه انت لسه بتفتح بيت جديد، في البدايه خد الاساسيات فقط. بعد شويه ربنا يكرمك هات لك حاجه ثانيه. انما ما انزلش اجيب ده مره واحده. انت البوتاجاز المحدود او البسيط بكام؟ يعني 5 شعلة باين. يعني احنا نتكلم حضرتك من بدايه ال 3000 جنيه. 3000 من بدايه ال 3000. المراوح بكام؟ لا المراوح دي النهارده هي بقت حاجه صعبه يعني ولا ايه؟ لا مش صعبه، يعني الحاجه اللي كنت بتبيعها ب 300 جنيه من سنه، النهارده انت بتتكلم في 900 جنيه. من 300 ل 900. كانت ب 300 بقت 900 النهارده. بس هي كانت وبقت ازاي؟ يعني مش هي فجاه كده، لا يا فندم. انت عندك تكلفه انتاج زادت، تكلفه عماله زادت، تكلفه كهرباء زادت، يعني تكلفه محروقات، كل ده بيتحط على الايه؟ على السلع. فبيديك ناتج في الاخر ان السعر زاد. انما هو مش بيقول لك انا ببيعها ب 300، طب انا دلوقتي انا هبيعها ب 900، لا الكلام ده مش منطقي. لكن هو عنده حاجه اسمها تكاليف. طبعا. يعني هو كان بيستورد مكونات المروحه دي كانت بكام؟ كانت مثلا ب 30 دولار، طب النهارده بقت ب 35 دولار، طب السنه اللي فاتت الدولار كان ب 15 جنيه و60 قرش. نعم. الدولار النهارده بكام؟ معايا حضرتك؟ بتحسبوه بكام؟ نعم؟ بتحسبوه بكام في التعامل بتاعكم؟ شوف يا فندم، أي حد، أنا مش مصنع، أنا كتاجر رئيس صعبة، أنا مش مصنع، لكن المصنع النهارده يا فندم هل البنك بيموله؟ ولا بيعتمد على السوق الموازي؟ الموازي ولا مش كده ولا ايه؟ ده سؤال. بيعتمد على حصيلة التصدير بتاعته. حصيلة التصدير اي حد النهارده مش بيعتمد على سعر السوق الموازي. نعم. سعر موازي. مش هنقول لا احنا بنتعامل البنك النهارده ب 30، طب يا فندم البنك النهارده ما بيمولنيش. ايوه. عشان انا احسب ب 30 او ب 31 سعر البنك. نعم. لا البنك النهارده بيقول لي لا اذا كان عندك حصيلة تصدير هات بيها، استورد بيها. طب حصيلة التصدير دي ما انا عامل حساب التصدير هيكون الدولار فيه بكذا او ده بكذا، فبيضطر يحسب على هذا السعر. الغسالة بكام النهارده؟ يعني انت بتبتدي الغسالات، يعني لو هقول اللي ما فيهاش حاجة خالص
ان ما فيهاش حاجه خالص. أيوة خالص يعني. ايوه بس انا ما بتكلمش على فول اوتوماتيك، انا بتكلم على العاديه، الحاجه العاديه البسيطه، الحاجه العاديه البسيطه تاني فوق ال 2000 جنيه. بكام؟ فوق ال 2000 جنيه. فوق ال 2000. ما الاوتوماتيك والنص بكام؟ اتفضل حضرتك يا احمد. الاوتوماتيك والنص بكام يا اشرف بيه؟ نعم الاوتوماتيك والنص. لا بص حضرتك، الاوتوماتيك والنص يعني انا هديك السعر المتوسط. ايوه لان في حاجات عاليه، في حاجات منخفضه. المتوسط انت النهارده المتوسط النهارده فوق ال 15000. 15. فوق ال 15000. لكن انا من خلال منبرك، انا بأطالب الدوله، ايوه ممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح. نعم. في صنفين اتنين لو اتوجد صناعتهم في مصر هيريحونا جدا، خامة الاستنلس ستيل وخامة الستانك. احنا الخامات دي بتدخل في صناعة الاجهزة الكهربائية وصناعات كتيرة جدا كتيرة. وللأسف احنا بنستورد الخامة دي، الستنلس ستيل والصاج والصاج. احنا بنستورد الخامتين دول من الخارج. دول عشان تستخدمهم في ايه؟ يا فندم تعالى قول لي حضرتك كده، اي التلاجة فيها ايه؟ فيها صاج. بوتاجاز فيه ستيل. الغساله فيها صاج وفيها ستيل. دي الفريزر نفس الحكايه. المعالق اللي حضرتك بناكل فيها والشوك فهي دي ستيل. معايا حضرتك؟ فدي مكونات يا فندم صناعيه، انا بدل ما بصنعها بس هي صناعتها يعني تفوق اي مستثمر. عشان كده ما تقدرش عليها غير الدوله. فيا ريت الدوله تهتم بالصناعتين دول، ولو ربنا كرمنا لو